أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج ترند شو، ناخدكم فيها بجولة حول العالم لنستعرض أهم الأخبار اللي لاقت تفاعل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي من واقع أحداث غزة المتصدرة المشهد بكل العالم. جلالة الملك نفذت على أرض الواقع، ومثل ما شفنا للمرة الثانية طائرة تابعة للسلاح الجوي الملكي الأردني وبتوجيهات ملكية سامية قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني بغزة. عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين للتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة. جلالة الملكة رانيا العبدالله وضمن مساعيها الرامية لمتابعة الأوضاع بفلسطين وتقديم يد العون التقت بطبيب النرويجي مادس جيلبرت المناصر منذ وقت طويل لأهل غزة وللعاملين فيها من القطاع الطبي، وأرفقت جلالة الملكة رانيا صورة للقاء على صفحتها بموقع الانستغرام وعلقت عليها: تطوع طبيب جيلبرت على مدار 16 عاماً وبشكل منتظم في مجمع الشفاء الطبي أكبر مرفق طبي في غزة، وشهد عن قرب المصائب في تقديم الرعاية الصحية في ظل الهجمات المتواصلة والحصار الخانق. President Biden, Mr. Blinken, can you hear me? Prime ministers and presidents of the European countries, can you hear me? Can you hear the screams from Shifa Hospital? الرئيس بايدن، السيد بلينكن، هل تسمعاني؟ السادة رؤساء الدول الأوروبية، هل تسمعونني؟ هل تسمعون هذه الصرخات من مستشفى الشفاء؟ هل تسمعون صرخات هؤلاء الأبرياء؟ تحت أصوات القصف وبهاي الكلمات اللي تردى صداها بكل العالم، وجه الطبيب النرويجي المختص في التخدير والطوارئ مادس جيلبرت في فيديو مباشر رسالة للمجتمع الدولي وتحديداً الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات غزة، والطبيب النرويجي والناشط في العمل التطوعي وبرسالته أكد أن المستهدفين في المستشفى هم من النازحين يلي بيبحثوا عن ملجأ من القصف الإسرائيلي، وختم بنبرة غاضبة: متى رح توقفوا اللي بيصير؟ كلكم متواطئين. Hospitals that are the temples of humanity and protection. When are you going to stop this? You're all complicit. تحت شعار أوقفوا إبادة أطفال غزة، شارك أطفال من الأردن بمسيرة تضامنية من أمام مجمع النقابات المهني سيراً على الأقدام لمقر الأمم المتحدة للطفولة اليونسف. الأطفال المشاركين بالمسيرة ببراءتهم وعفويتهم رفعوا صور لعدد من الأطفال الذين استشهدوا خلال العدوان الصهيوني على القطاع، ولسانهم ما توقف عن ترديد الهتافات اللي بتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي. مركز الحسين للسرطان والأردن معكم. أنا لدي توجيهات من مجلس الأمناء من سمو الأميرة غيداء طلال أن نضع بين يدي أهلنا في غزة كافة مقدراتنا.
لستم وحدكم، كلنا معكم. بهي رسالة تضامنية عبر مرضى السرطان في الأردن عن دعمهم لمرضى السرطان في قطاع غزة. هاي رسالة وغيرها من الرسائل الدعم جاءت خلال وقفة تضامنية نفذتها الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والمرضى في مركز الحسين للسرطان. رفع فيها المشاركين لافتات وأعلام وشعارات تضامنية مع أهل غزة ومرضى السرطان في القطاع. وطبعا ما بننسى انه الجانب الاردني انهى جميع الموافقات الخاصه باطفال غزه المصابين بالسرطان اللي راح يتوافدوا على الاردن للعلاج خلال الايام المقبله. الوضع الطبيعي لاي طفل يلعب ويدرس ويعيش بسلام بين اهله واحبائه، بس مع اطفال غزه الوضع مختلف جدا. هدول الاطفال دفعوا ثمن باهظ من ارواحهم ومعنوياتهم بسبب الحرب. حرب فرقتهم عن اهلهم وجوعتهم، وجزء من هذا الواقع المرير عبروا عنه أطفال غزة بمؤتمر صحفي بلغتين العربية والإنجليزية من محيط مستشفى الشفاء، بس هالمرة على لسان ممثل من هدول الأطفال وبرسالة مؤلمة جداً بمعانيها. هيك ختم أطفال غزة مؤتمرهم: وندعوكم لحمايتنا، أوقفوا الموت، نريد الحياة، نريد السلام، نريد محاكمة القتلة، نريد الدواء والغذاء والتعليم، ونريد الحياة. مستشفيات قطاع غزة تحولت لمقابر جماعية بسبب أعداد الجرحى والشهداء الكبير. المستشفيات اللي يفترض تكون مكان آمن يتلقى فيها الإنسان علاجه صارت كأي مكان تتعرض للقصف وحتى انقطاع التيار الكهربائي، ومع نقص المعدات الطبية صاروا الأطباء يجروا العمليات من غير تخدير ولا مواد مسكنة. الأمر ما توقف على المعدات الطبية فقط، وصل الحال لإجراء العمليات الدقيقة على إضاءة الهواتف النقالة. الله المستعان. أي أم بتخاف على طفلها وبغزة وخوفاً من غارات العدو اللي ما بتعرف شو يعني إنسانية ورحمة وما بفرق معها صغير أو كبير، بيكون الخوف مضاعف. وشفنا كثير صور وفيديوهات بتوضح مدى قوة وصمود الأمهات في غزة وحرصهم على حماية أبنائهم. بهذا المقطع الصغير اللي نشره الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة على صفحته بالإنستغرام خلال توثيق عمليات نزوح الفلسطينيين من منازلهم ومسكنهم، شفنا أم عظيمة أطلق عليها لقب الأم الخارقة اللي جذبت أنظار الجميع بفعلها. هاي الأم سحبت طفليها بمسافة 14 كيلومتر لأكثر من 5 ساعات من ساحة غزة للمنطقة الوسطى عشان ما يحسوا بالتعب ويمشوا على رجليهم. قررت إنها تسحبهم بهي الطريقة من غير كلل أو ملل. كلنا شفنا من بداية الحرب على غزة الصحفيين والمصورين والناشطين اللي مكرسين كل وقتهم لنقل الحقيقة اللي بيحاول الاحتلال طمسها، وطبعا من هدول الأشخاص الصحفي صالح الجعفراوي اللي وثق بعدسته مشاهد الدمار والأحداث الجارية واللحظات المأساوية اللي بيعيشها القطاع، ونال شهرة واسعة من بداية الحرب. ولأنه بقوة الحقيقة بتكبر الصورة، أكيد هذا الشيء أثار غضب الاحتلال، الشيء اللي دفعهم بأنهم يحطوا اسم الجعفراوي على قائمة الاغتيال. الجعفراوي وفي منشور على صفحته بالفيسبوك عبر عن مفاجأته بوضعه على قائمة الاغتيال، وقال إنه الاحتلال شكله موجوع لأنها انفتحت حقيقته الدموية، ونهى كلامه بتأكيده على مواصلته لنشر الحقيقة لكل العالم. الحرب على غزة فرضت واقع على سكان القطاع المنكوب، واقع دفعهم للبحث عن وسائل بديلة لمواجهة متطلبات الحياة والتغلب على الظروف القاسية التي فرضتها الأوضاع الحالية. ومع انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود وتوقف المخابز عن العمل، لجأ سكان القطاع للطرق البدائية لتأمين خبز يسدوا فيها جوعهم. هذا الشيء دفعهم بأنهم يرجعوا لصناعة واستخدام أفران الطين. هنا بنعمل كمان صاج برضو على النار على ايدينا، وكله بشغلنا على النار عشان فيش غاز، وبسبب عدم توفر الوقود واحنا هنا لاجئين جوا في المدارس وفيش غاز وفيش حاجه وحتى الغطاء الحطب.
إذا كنت لن ترتكب إبادة جماعية، وهو شيء لا يجب أن يكون مقبولاً لأي حد، ستترك خلفك الكثير من الأحياء الذين هم بالتبعية كارهون لإسرائيل. بهي التصريحات، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صار حديث مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، والسبب تصريحاته الجريئة حول المجازر المرتكبة في غزة خلال مقابلته مع المذيع الشهير ليكس فريدمان. ماسك دعا لمسار بديل للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأكد أنه استمرار العنف في غزة وقتل الأطفال رح يترك وراء الكثير من الأشخاص اللي بكرهوا إسرائيل. But I mean, you really have, if you're not going to just outright commit genocide, like against an entire people, which obviously would not be acceptable to really should be acceptable to anyone, then you're going to leave basically a lot of people alive who subsequently, you know, hate Israel. So. في قطاع غزة، وكتب عليه يمثلون ويفبركون إصابتهم. هذا الفيديو أثار موجة تعليقات ساخرة أغرقت حساب المسؤول الإسرائيلي بسبب ترويجه لفيديو تمثيلي في الأساس، واعتبروه كل ما ينشر بروباغندا بلهاء. وتبين بعدها أنه المقطع المصور من كواليس الفيلم القصير الحقيقة اللي تم تصويره في لبنان من قبل ممثلين لبنانيين لدعم سكان غزة. أحدثت هدى قطان خبيرة التجميل الأمريكية عراقية الأصل والرئيسة التنفيذية لشركة هدى بيوتي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان تضامنها مع فلسطين على صفحتها الرسمية بالإنستغرام. هدى بيوتي من بداية الحرب وقفت جميع أنشطتها الخاصة بترويج لمنتجاتها التجميلية، وخصصت حسابها الشخصي لنشر مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية للكشف عن الحقائق الواقعة في غزة في تحدي لتضليل الإعلام الغربي. هدى ومن ساعة إعلان موقفها الداعم للفلسطينيين واجهت دعوات بمقاطعة منتجاتها من قبل الجهات المؤيدة لإسرائيل. كل هذا ما أثنى هدى عن موقفها واستمرت بنشر مؤازراتها لفلسطين، وردت على كل من قاطعها لا أريد أموالاً ملطخة بالدماء، وأعلنت عن تبرع علامتها التجارية بمليون دولار إلى غزة. طرق التعبير عن دعم أهالي غزة كثيرة، وفي لفتة تضامنية كنوع من التعبير عن معاناة الفلسطينيين، طلبة من جامعة هارفارد الأمريكية كتبوا أسماء 10,000 شهيد ارتقوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، وأظهر مقطع فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي الطلبة أثناء كتابتهم أسماء ضحايا الاحتلال على لوحة طويلة ممتدة على سلالم أبنية الكليات والساحات الخارجية بالجامعة الواقعة في مدينة كامبريدج. بهذه الطريقة عبر مئات الناشطين في النرويج عن اعتراضهم على عمليات التطهير العرقي المستمر فيها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. الناشطين اختاروا بأنهم يستلقوا على الأرض في محطة القطارات المركزية بالعاصمة النرويجية أوسلو، وطبعاً مع ارتدائهم الأكفان الملطخة بالدماء كدلالة على رفضهم لجرائم الاحتلال. نداءات الاستغاثة اللي بتركها المؤثرين الرياضيين والجماهير الرياضية في العالم تركت وما زالت عم تكشف زيف الروايات المفبركة اللي بتحاول الآلة الإعلامية للاحتلال إظهارها للعالم بحثاً عن كسب التأييد العالمي، وبمشهد غير مألوف ومؤثر بملابس بيضاء وأقنعة بيضاء ملطخة باللون الأحمر بعثت جماهير نادي ريال سوسيداد رسالة تضامن لأهالي غزة
وبطريقة مبتكرة وغير مسبوقة. ارتدى عدد من جماهير سوسيداد اللي تجاوز عددهم 11,000 ملابس بيضاء كرمزية للأكفان ورافعين أعلام فلسطين، ودخلوا لمدرجات ملعب أنويتا تعبيراً عن رفضهم للمجازر في غزة. الرجل العنكبوت الفرنسي ألان روبير عبر عن دعمه لأهالي غزة بطريقة مختلفة لفتت أنظار الكثيرين. الرجل العنكبوت من خلال تسلقه لبرج كوبول توتل اللي بيبلغ ارتفاعه 179 متر، وهو نفسه مقر شركة توتل إنيرجي في حي لدافيس في غرب باريس، كان بيسعى ليوصل رسالة سلام للعالم. ألان روبير قال بأنه خلال هاي الرسالة بيوجه كبار القادة في العالم أجمع بأنهم يجلسوا ويجتمعوا ويفعلوا شيء لحل هذا الصراع بشكل نهائي. وقال ألان روبير بعد ما نزل من ناطحة السحاب المهيبة أنه في الوقت اللي كان بتسلق فيه بيفكر بالناس اللي بفلسطين، ووصف الحاصل حاليا في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية. كلنا بنعرف انه التمساح كائن مفترس، والتعامل معه ما بيصير الا باجراءات مشدده وحذر ومعدات متقدمه وغيره، بس بحديقه الزوراء في العراق شفنا الموضوع بشكل مختلف. طريقه نقل التماسيح من القاطع الصيفي الى الشتوي محموله على الاكتاف اثارت ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي وصفوا العمليه بالبدائيه. هاي الانتقادات الكبيرة دفعت إدارة حديقة الزوراء بأنها ترد ببيان حكت فيه أنه هاي الطريقة الطبيعية ودائما بتبعوها، وعلى مدار السنوات الماضية لم يتم تسجيل أي إصابة من حيث نقل التماسيح بهاي الطريقة. سعودي انصاب بصدمة لسبب غريب وغير متوقع. هذا المواطن صادف تمساح بطول 3 متر بتجول في أحد الشوارع بمحافظة القطيف الواقعة شرق السعودية. خلال فترة وجيزة فيديو التمساح الهارب اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة ذهول غريبة. التمساح اللي تواجد في الطريق تحت جسر قريب من موقع حديقة الحيوان سبب حالة من الهلع بالشارع، وعلى الفور تدخلت فرق الإنقاذ التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على التمساح باستخدام شباك معدنية خاصة. السرقة ما بتتوقف على الجنس البشري، شفنا كتير صور وفيديوهات لطيور وكلاب وقطط وهي بتسرق، بس عمركم تخيلتوا انه في دب سارق؟ هذا اللي صار بأحد المنازل بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تفاجأت عائلة بعد ما طلبت الطعام بأنه الطعام مش موجود، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة اتضح أن الدب السارق الجائع كان بتجول بحديقة المنزل قبل ما تم عملية سرقة الطعام بنجاح. هذا مش مشهد من فيلم بل فيديو للأسد كيمبا خلال تجوله في شوارع مدينة لاديس بولي القريبة من العاصمة الإيطالية روما. كيمبا اللي أثار الرعب بعد هروبه من سيرك محلي تم تصويره من قبل السكان وهو بيتجول في الشوارع قبل ما تبدأ عملية القبض عليه. طبعا عملية القبض ما كانت سهلة أبدا، اضطر خلالها 3 أطباء بيطريين مسلحين ببنادق مهدئة أطلقوها على الأسد لحد ما تمكنوا في نهاية المطاف من الأمساك بالأسد بعد تخديره وإعادته للسرك. أثارت شجاعة الشاب السعودي معيض اليامي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الشاب وعلى طريقة أفلام هوليوود تمكن من اقتحام منزل بعد اشتعال النيران فيه، وتمكن بشجاعته من إنقاذ أطفال كانوا عالقين جوا المنزل بين النيران الملتهبة والأدخنة المتصاعدة. هاي العملية الشجاعة تسببت بأن الشاب السعودي يتعرض لحالة من الاختناق ودخوله المستشفى، ولكن حالته وصفت بالمستقرة. على وقع حرب غزة وصوت الضمائر الحية، نختم حلقتنا لليوم بفيديو من مظاهرات السويد الداعمة لغزة اللي سطحت فيها أنغام أغنية نحن زرعنا الأرض.